يقول السائل سعيد: ما أفضل الصيام من الأيام الأسبوع الواردة في السنة، وما حكم تخصيص الخميس فقط للصيام؟ استحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا الذي ورد في السنة، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على ربي سبحانه، فيكون المسلم يعرض عمله وهو صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يستحب من صيامه من الأسبوع. نعم.